مع شركاء دوليين مع الكتل الفرعيه في المتواجده في محافظه مارب، فلم نجد اي مخزون طارئ لمواجهه هذه الكارثه، لذلك عبركم ندعو شركاء العمل الانساني الى مزيد من المشاريع لتخفيف معاناه الاسر النازحه التي حصلت عليها الاضرار في مخيمات النزوح في محافظه مارب، وايضا الانسان نشكر جهود مركز الملك سلمان على دعمهم السخي وعلى وقفتهم معنا في تخفيف معاناه الاسر النازحه اليوم وقبل اليوم، فهم العون والسند لنا في محافظه مارب. استطعنا ولله الحمد الوصول في الساعات الأولى في المواقع المتضررة للنازحين، وذلك بعد إعلان السلطة المحلية في محافظة مارب إعلان حالة الطوارئ جراء الأحداث والسيول والأمطار التي شهدتها المحافظة. لدينا في مركز الملك سلمان للإغاثة والعمل الإنسانية مشاريع طوارئ مخصصة لمثل هذه الأزمات، نستطيع من خلالها تقديم الاستجابة الطارئة والعاجلة لتقديم المساعدات الإغاثية والإيوائية. كلنا يمنيين وكلنا مسلمين وكلنا عرب ونحاف. واليوم نحن في فعالية مصاحبة للمعرض، وهي تقييم مركز اللغة المهرية للدراسات والبحوث. هذه الفعالية تستمر ليومين، اليوم وغدا سيتحدث فيها أخوة من الدكاترة والبروفسورات، كل في مجاله وكل سيتحدث في مجال معين. فشاكرين جهود الجميع، شاكرين دعم الأخوة في السلطة المحلية برعاية الأستاذ محمد علي ياسر محافظ المحافظة، وأيضا الأستاذ سالم نيمر الأمين العام للمجلس المحلي، وكذلك الأخوة عندنا في الجامعة اللي بذلوا جهود كبيرة للأمانة في إنجاح هذا المعرض. وشكرنا أيضا للمجتمع تفاعله وحضوره، ونطلب المزيد لأنه مثل هذه الأنشطة مثل هذه الفعاليات هي التي تنمي المجتمع ثقافيا وأدبيا وعلميا. شاركتنا اليوم في فعالية مركز اللغة المهرية الذي أقامها تزامنا مع معرض الكتاب لجامعة المهرة، كانت حول أدب الطفل في اللغة المهرية، وهو ملخص شامل لبحث لي ولزملائي في جامعة ليدز البريطانية، نشرناه في مجلة Journal of Semitic Studies، مجلة الدراسات السامية، في أكسفورد يونيفرسيتي بريس، في دار نشر في جامعة أكسفورد. هذا البحث تحدث عن الترانيم، عن الترانيم والقصائد الموجودة عند أطفال المهرة، وكيف كان تستخدم هذه الترانيم، ما هي فائدتها في الحفاظ على اللغة، تعريف الثقافة المهرية، كيف الآباء يحفظون أولادهم هذه الترانيم. وقمنا بعمل دراسة مقارنة لـ30 ترنيمة جمعت من مناطق مختلفة في محافظة المهرة، وتم دراستها لغويا وثقافيا وبيئيا. واليوم قمنا وجدناها فرصة للتعريف بهذا البحث في هذا المعرض. قمت يعني بعرض
مادة علمية خاصة بإصدارات مركز اللغة المهرية للدراسات والبحوث. منذ إنشاء المركز بدأ بإصدار عدد من الكتب، هذه الكتب بلغ عددها إلى اليوم 15 كتابا. هذه الكتب 15 عبارة عن كتب منوعة إنجاز التعبير، أو موزعة بين كتب متعلقة باللغة المهرية، كتب متعلقة بالأدب المهري، كتب أخرى متعلقة بالتراث. هناك ثلاثة إصدارات تتكلم عن اللغة السقطرية، وهناك ديوان شعر. قمت بعرض محتويات هذه الكتب ولهدف، طبعا لهدف تقديمها للجمهور، يعني نحاول قدر الإمكان أن نشجع الجمهور أن يقتني مثل هذه الكتب التي هي موجودة أساسا اليوم في معرض. حسب توجيهات الأخ قائد المنطقة العسكرية الخامسة، تم توجيه شعبة الأشغال العامة والطرق للتحرك للمديريات المتضررة من السيول، وهي مديرية قرية بني فايد التابعة لمديرية ميدي، وقرية بني زين التابعة لمديرية حيران. وتم عمل حواجز مثل ما ترون، المعدات شغالة وفي بني زين شغال الحمد لله، وتم تعديل السيول خلفكم لو تشوفوا الكاميرا خلفكم، تم تعديل السيول بالكامل لعدم تضرر القرى والمنازل للمواطنين، والعمل جاري على قد ما وساق. طبعا نحن هنا في احدى قرى مديرية ميدي بعزة بني فايد التي تعرضت لأضرار كبيرة نتيجة المنخفض الجوي والأمطار الغزيرة التي حدثت في الأسابيع الماضية، وما زالت هذه القرى ايضا معرضة بسبب استمرار هذا المنخفض الجوي. لم نجد تدخل من اي جهات غير المنطقة العسكرية الخامسة التي وقفت إلى جانبنا في هذه الكارثة. كانت استجابة سريعة من قيادة المنطقة العسكرية الخامسة، تدخلت بالمعدات للحفاظ على مساكن المواطنين. أيضا نشكر مركز الملك سلمان الذي كان له الدور الأكبر في الاستجابة في تخفيف معاناة الناس بتوفير بعض الخيام والحقائب الإيوائية في ظل الغياب التام لكل المنظمات الدولية والإنسانية التي كثرت مسمياتها، ولكن لم نجد لها أي تدخل في أرض الواقع في هذه الظروف وفي هذه الكوارث. بسم الله. الآن في مدرسة مصطفى حافظ، جاي اتصفت قبل قليل مدرسة مصطفى حافظ. هناك يا الله 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 جيد. Dans cet atelier, on n'est pas là, on est là juste pour. On peut changer les freins, vérifier les freins, enfin les réglages. C'est comme ça. Thank you.